هي مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين لهذه القناة. استسمح على هذا التوقف، ولكن هو اضطراري ماشي اختياري. كاين بزاف كما قلت لكم من قبل، كاين شي مطارق تخصهم يتصفاو بعدا. اليوم بغيت نتكلم بشكل عام، هاي بغيت نجي باش ما نهرس هاد التوقف هذا، ولكن غنتكلم في واحد الموضوع اللي انا بالنسبه لي يمكن هو لا هو الجوهري دابا. خلاصة القول، الثورات ديال بصح ما تكونش بدون على انها يكون عندها فكر ثوري مطروح. بدون ايديولوجية ثورية راه ما يوقع والو، ما يوقع حتى حاجة. غنقول لكم علاش. كاين بزاف الناس يعني هاد الهضر المدرسي الممنهاج والبواق، ولاو تيسمعوا كلمة ايديولوجية تيسحبهم راسه في الكارثة. هاد الايديولوجية هذا راه عدو محامي للايديولوجية. الايديولوجيات جزء من الحياة ديالنا، كل نهار تتكون غادي وتتخطط دير شي حاجة راها ايديولوجية حجمها المصغر. فما يمكنش المجتمع اللي هو عرام وكل راس تيطاطي براسو غنخليوها غادا هكاك، وما نكونوش عندنا تخطيط تكتيك مرحلي واستراتيجي اللي ما يمكن يتنتج لنا الا بتصور ايديولوجي موحد ولو بنسبة 50% ولا 60%. الخوت اللي تعتقد على انه دابا تنشوف بحال هادشي اللي واقع في الصخيرات، هاد الجوع اللي وصل ليه المواطن المغربي، المواطن والمواطنة المغاربة، الفقر اللي وصلوا ليه، يعني التدني في مستويات الحياة كلها، من المادية المعيشية الأكل إلى آخره، إلى الفكرية والثقافية والهوياتية. يعني المغاربة ولاو كي تفكروا الناس في المغاربة تيشوفوا هادوك الناس ديال الواجهة، ديال الانستغرام، القفطان، الشطيح، الرديح، المؤخرات، الكداع، الاخا، داك الجنون البقر اللي عندنا اصاب هاد المخلوقات الكائنات الجديدة اللي ما عمرنا كنا تنشوفوها في المغرب. فما تعتقد شيء لانه راه الى ناض الثورة الجيع، ما يسمى بثورة الجيع اللي انا تنسميها، وجزء يقدر يكون قاعد تسقط في اطار ما يسمى بالعصيان ولا التمرد يمكن، المهم الاحتجاج. كون على يقين على انه العصابه اللي حكمنا عندها اكثر من مخرج، عندها مجموعه المخارج في حاله اذا ما قامت ثوره الجيع، يعني محاوله احتضانها بالقمع، محاوله تفجيرها من الداخل، داروا حركة 20 فبراير والى اخره، يحاولوا يفجروها من الداخل، يحاولوا يزرعوا فيها شي طرف من الاطراف اللي هما تيتيقوا فيها لانهم عمرهم ما ينساو الخدمات ديالو. وباقي تنقولها انا رغم ان تختلف مع مجموعه الناس، كما داروا في حركه 20 فبراير بطريقه عن طريق العدل والاحسان واخواتها. والا ما قدروش يحتضنوها وكبرت وخرجت، يعني كاين مخارج اخرى من بين هاد المخارج هذا، ويلوحوا العظم، يلوحوا بعض العظمة. لأننا نقولك على يقين على أنه الحالة اللي وصل لها المغربي دابا، يعني أي حاجة عطاوه يتخلى عليك، يعطيو حاجة بسيطة قليلة يقولوا له واخا نقصوا لكم من المواد الغذائية وغنزيدوا في الأجور وغنديروا ندبروا الناس على خدمات. بعد احداث ديال 14 ديسمبر الحسن الثاني صفح، فهم بانه الغليان اللي تراكم منذ التجربه ديال الى الامام وال23 مارس والى اخره، مرورا بالثمانينات، الانقلابات العسكر الى اخره، بدات تتراكم حتى وصل الشعب للغليان لدرجه انه تجاوز القرارات ديال النقابات اللي كانت تطالب، اللي نادت الاضراب العام ديال 14 ديسمبر، وتجاوزها الشعب وخرج في مجموعه ديال المناطق واهمها كانت فاس. احتضنها النظام بالقمع، لكنه فهم على انها ما هي الا نقطه اخرى في التاريخ، والتراكم غادي وممكن تنفجر في اي وقت مقبل. خرج الحسن السفاح ودار ما كان سميه بعدها مباشره
الشباب والمستقبل. دخلوا ناس هنا يخدموا هنا، اللي يخدموا في مصالح اداريه، اللي يخدموا كذا، اللي يخدموا، نفسوا المساله شي شويه، تنفست معاها لواحد المده الى حدود تم الانتقال بسلام وامن وامان من السفاح الحسن الثاني للسفاح محمد السادس. فعندهم هذه الخطط. اذا اللي تيراهن على انه الثوره الجايه، بل كاين الناس اللي انا شفتهم في المعارضه وغنقولها لهم من هذا الباب، النظام العصابه الحاكمه، النظام السياسي ولا العصابه الحاكمه اللي بغيتي تسميها، تيقدم لكم جزيل الشكر. هادو اللي تيطالبون الناس تخرج تظاهر وتنتفض بدون تصور ايديولوجي لما بعد، تيشكركم بزاف، لانه شنو هما هاد الناس؟ هادو هما اللي غنقول لكم واحد المساله، هما اللي تخلاو عليك الاولين في اول مطلب يتحقق لهم. علاش؟ لانه ما يسود عند الاغلبيه العاميه ديال الشعب المغربي هو سقف الاصلاح. لعقود وعقود هذا النظام الحاكم ولا هذا التحالف الطبقي الحاكم ولا هذه العصابه الحاكمه جعلت على انه المجتمع المدني تيصنع مواطن. دابا بلا ما نهضروا على القمع والضوء، حتى المجتمع المدني، الاحزاب السياسيه، النقابات، الاطارات، الجمعيات، تتصنع لنا مواطن السقف ديالو هو الاصلاح. يعني اللي بمنظور اخر هو تحسين ظروف الاضطهاد. الاضطهاد يبقى ولكن غير تحسين ظروف الاضطهاد. القمع يبقى غير تلطيف الاله القمعيه. وكانه الفهم ديالنا حنا تنعرفوا بانه في المجتمعات اللي هي حداثيه، نقولوا مثلا المجتمعات الراسماليه، الدوله هي اللي تتقوم بهذا الدور ديال تلطيف الصراع الطبقي. حنا عندنا المجتمع المدني هو اللي تيقوم بتلطيف الصراع الطبقي. يعني يقولوا للطبقات الحاكمه المسيطره على وسائل الانتاج وعلى الاليات السياسيه وكل شيء، وعافاكم غير بشويه على هاد الناس. يعني تحسين شروط العبوديه بهذا المعنى، بهذا المعنى باش بلا ما نبقاو نديروها، هو هذاك. ف ما يمكنش لهذا المواطن هذا الى جاو عطاوه جاوبوه على واحد المطلب ولا واحد المجموعه ديال المطالب وقالوا له هكا يستمر معك. حنا تنشوفوا مثلا اللي تيتسموا، حنا نقولوا خيره الناس عندنا حنا مثلا الاساتذه اللي تفرض عليهم التعاقد. واش تشوف اصاحبي تشوف شي مقالات تمشي وحدين اخرين، حنا ما خصنا ثوره، حنا باغيين غير الترصيم، حنا واش انت غتراهن على هادو؟ واش انت تطالب هادو يخرجوا للزنقه بدون فكر ايديولوجي؟ راه الوحيد اللي غيصمد حتى يتحقق ما يسمى بالانتصار ماشي هو اللي ناقص خبز ولا ناقص بطاطا ولا ناقص ترقيه ولا ناقص خدمه، هو الانسان اللي مبدئيا عنده ايديولوجيه الايمان بالحريه، ايديولوجيا تيامن بالكرامه، ايديولوجيا تيامن بالعداله الاجتماعيه، عنده تصور الايديولوجي الخاص لمفاهيم الحريه والعداله الاجتماعيه والمساواه والى اخره الى اخره. هذاك غيبقى معاك صامد الى اخر لحظه، ولو يلوحوا له اي عظم يلوحوا له اكثر من العظمه كاع، يعليو السقف ديال الهدايا. من الطرف الاخر هو تيعتبر هذاك الاخر هو عدو طبقي ديالو، ما يمكنلوش يضمن الحياه ليه ولولادو ولاد ولادو في تواجد هذاك العدو. فبالتالي ما تيهمو لا تنقص من الاثمنه ديال هذا، لا توفر الخدمه، لا دير. الاصلاحي لن يقوم بالثوره، واغلبيه المغاربه اللي ما عاجبهمش الحال دابا هما اصلاحيين. كما قلت لكم صنع منهم المجتمع المدني سقف، حدد لهم السقف ديالهم في الاصلاحيه، وهذا مفهوم هذا في المجتمعات الراسماليه مثل الولايات المتحده الامريكيه. ليس هناك مكان لما يسمى بالثوره، حد واحد الاصلاح. ولكن هذا الدور هذا ديال تلطيف الصراع الطبقي ما تيقومش به المجتمع المدني، تتقوم به الحكومات، الدوله، جهاز الدوله هو اللي تيقوم بهذا التلطيف كما هو متعارف عليه في المفاهيم ديال العلوم السياسيه كما تنعرفوها. اذا هذا من جهه. الخوت اللي في المعارضه ودم سنانهم هو الايديولوجيه،
شكرا على خدمتكم للمخزن. ومنهم عدد وتسمعهم تقول هادو هما توماس سانكارا، هما تيأكدوا الشعب لأنك ما تكونش عندك بوصلة، باش ملي تدخل لهذا كل واحد يتدفع له مطلب من هنا وتشتت ويستمر هذا المخزن. كاين اللي تيديرها عن غباء، ولكن تنشك في شي وحدين انهم تيديروها عن مدفوع لهم، يعني دورهم هذاك خدمتهم هذيك. من جهه اخرى تفاعلا مع واحد المساله قالها الاستاذ علي المرابط، لكن له الا الاحترام، ولكن هذه الخرجه ماشي هذا الفيديو الاخير دابا اللي قبل منه اللي دار سلسله فيها ثلاثه، هذاك الكلام ديال المخزن الجديد والمخزن القديم والمخزن الجديد يخطط تتامر على الملك والملك مدابز مع المخزن الجديد وهذيك دوله الخفاء. ولا شوف السي علي، راه ليس هناك صواب. حنا تنعرفوا الدستور، تنعرفوا انه المخزن الجديد الى الطاول على الملك دستوريا المخزن الملك يقدر يحيد. الى هذا المخزن الجديد بصح ما باغيش الملك وشد عليه دوسيات والملك خايف منه، كانوا يحيدوه بدون تردد. اللي كاين هو انه قوات قتلولي دين، الامارات لها يد، قطر لها يد، اسرائيل لها يد، فرنسا لها يد، امريكا لها اليد، ولكن هادو كلهم تيتوحدوا حول حاجه، هو انها الا ما بقاتش الملكيه في المغرب راه ما يبقاش عندهم المصالح ديالهم، ما تبقاش مرعيه المصالح ديالهم وغيخسروا كل شيء. المسؤول هنا هو الملك، ما شغلنا المخزن الجديد تقلب عليه المخزن القديم هو اللي تيعين. فبلا ما نبقاو، انا ما نقولكش انت كتقول انك انت ما تتامرش انت صحفي ولا هذا، هذاك حريتك كلها، يناض اللي كيبغى، المهم يكون صريح، ما يلعبهاش بطل بحال هاد المعارضين ديال اللي تيقولوا الناس بعدهم الايديولوجيه وتنتقدوا كل شيء. فهمتيني، هادوك تيبينوا راسهم ابطال، هما في حقيقه الامر هما تيقدموا خدمات المخزن، خدمات يعني مشكورين عليها بزاف من طرف المخزن. اما الاقل علي المرابط راه تيقول على راسو صحفي، ما عمرو قال على راسو انه قائد سياسي ولا قائد ثوره، فاللي قالها جات ماهز ما بعد المعنى. ولكن الفكره ديال انه زعما هاد الاصطدامات حقيقيه وواقعيه، انا شغل هذا بحال شغل الطابور الخامس، ديما يخلقوا لك واحد الجهه تتبان على انها حتى هي تتعارض داك الملكيه وداك النظام زعما وداك الشيء، وانت تتوقف تقول عرفتي شنو، ارا نتفرج انا هذا المخزن الجديد يتقاتل مع الملكيه والملكيه تقاتل مع المخزن الجديد، وانا حتى نشوف شكون اللي غيربح حد مستمر. وبذلك وقفت العمل والبناء والتراكم للثوره ديالنا. هذا الشيء كله غير تاجل الثوره والترويج ليه خطا لا يغتفر. هذا هي وجهه نظر الاستاذ علي المرابط، وهنا نتوقف. وتحيه لكم والحريه لكافه المعتقلات والمتاهلين السياسيين بسجون هذا النظام اللاشعبي اللاوطني اللاديمقراطي.